اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وزد وبارك على صاحب الخلق العظيم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوب. اللهم تقبل صيام قيامنا وركوعنا وسجودنا، وأعتق من النار رقابنا. اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين، واجعلنا من المقبولين الفائزين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك خير الأنام، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وزك نفوسنا ووسع أرزاقنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنك كريم حليم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك كريم حليم عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.